الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر هذه الأزمة الصعبة. مرحبا رشا. أهلا أزل، أهلا وسهلا لكل متابعي الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مواضيع جديدة راح نتابعها بعد الفاصل. البداية التذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم، رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة يا ريت يتم إرسالها حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، النشرة الكهربائية اليومية وساعات تجهيز الكهرباء الوطني في عدد من المدن العراقية، ولا ننسى البث المباشر على صفحة الشرقية في الفيسبوك. اللي يحب يترك أي تعليق يخص مواضيعنا فقط أو أي مشكلة تخص مدينتك تخصك حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة، أو نرسلها إلى مراسلينا أو نطرحها وقت بث الحلقة. راح نبدأكم أولى مواضيع حلقتنا لهذا اليوم من أخبار أهل المدينة، وخبرنا الأول يخص وزارة التربية ويخص طلبتنا الأعزاء. نفت وزارة التربية بتمديد العطلة الربيعية للعام الحالي للفصل الثاني، وأكدت أن الدوام الرسمي راح يكون يوم 15 من هذا الشهر، يعني 15 من الشهر الحالي، وأكدت أنه لازم يكون النظام ودوام على جميع الطلبة. وأنطت الخبر إلى عموم مديريات وزارة التربية في جميع المحافظات، وقالت انه ماكو اي عطله، انه على حسب الانشاء اللي قالت انه يوم 19 من الشهر الحالي. لا، نفت هذا الخبر واكدت انه الدوام الرسمي يوم 15 من الشهر الحالي. يعني احنا بين فتره واخرى هناك اشاعات تنتشر بشكل كبير، خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسوون ربكه خاصه بالامتحانات. لكن هسه حاليا انطوا هذه الاشاعه بخصوص العطله، والكل قال انه هناك يعني تم تمديد العطله، وانه صدقت الموضوع. تعرفون اكو ناس مسافره، اكو ناس عندها شغل، اكو ناس تريد ترجع ترتب امورها. من انطوا هذا التمديد اكو ناس استرخت وتوقعت فعلا انه هناك تمديد للعطله، لكن هي هسه حاليا الوزاره نفت هذا الموضوع، وهي مجرد اشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي. اللي نتمنى الناس ما تصدق الا من المواقع الحقيقية، من المواقع الإخبارية الخاصة بوزارة التربية. وحاليا نقول أنه الدوام راح يبدي مثل ما الوزارة حددته يوم 15/2/2017، وإن شاء الله تكون بداية جيدة للجميع وبالموفقية لجميع طلبتنا. المفروض ببيته يجيبوا لها راتبها، بس المن تحكي ويا من تحكي؟ والله يعني التعليق شنو؟ احنا بلد الخير. الخطيه شوفوا لها عربانه، حتى لو تقعدوا لها وشوفوا لها عربانه. بابا يا محنا، بابا يا محنا، صار لنا شهر. من خلال الفاصل نعرف أن موضوعنا اليوم أو استطلاعنا الأول راح يبدي من موضوع المتقاعدين. أهم الملفات في أهل المدينة هو ملف المتقاعدين. ماكو موسم أو يعني ماكو يمكن يمر شهر إذا ما نحكي عن المتقاعدين ومعاناتهم ومأساتهم اللي يعيشونها مع كل زيارة لهم لهيئة التقاعد، سواء في بغداد أو أي مديرية تابعة لها في بقية المحافظات. لكن هيئة التقاعد العامة باعتبار بغداد هي الأكبر وبها أعداد كبيرة من المتقاعدين، الوضع هناك لا يمكن السكوت عنه.
ناس كبار في السن أفنوا حياتهم في سبيل خدمة هذا الوطن، المفروض أنه في نهاية العمر في خريف العمر يكون هناك احترام على الأقل لشيبتهم، لاحترام لكبر عمرهم، احترام لكل هذه السنين اللي قضوها في خدمة المجتمع والوطن والشعب. للأسف اللي شفناه، طبعا احنا التصوير كان بالخفية ومراسلنا قحطان كان من الصعب عليه الدخول بصفة رسمية او انه يقول انه انا مراسل، وللأسف يعني يمكن هو راح نسمع من خلال الاستطلاع راح يحكي هذه المقدمة انه ما نقدر ندخل ونقول، لانه يعرفون انه في داخل هذه الهيئة هناك معاناة كبيرة وما يردون الإعلام يسلط الضوء عليها. راح نتابع الاستطلاع المؤلم جدا، وهذا جزء بسيط دقائق قليلة من معاناة المتقاعدين اللي يعيشون ساعات وأيام مؤلمة حقيقة في داخل هيئة التقاعد. لأيام شنو؟ أنه يرحون ورجعون. راح نشوف هذه القضية وهي أمام الرأي العام وأمام هيئة التقاعد وأمام الحكومة المركزية. يجب أن يكون هناك حل جذري لموضوع المتقاعدين وخدمتهم بشكل يليق بعمرهم وكبر سنهم. نتابع. مشاهدينا، احنا موجودين امام هيئة التقاعد الوطنية. ممنوع دخول القنوات اللي تكشف الحقيقة داخل هذه الهيئة، لكن القنوات التي تمدح المسؤولين داخل هذه الهيئة مسموح لها تدخل. احنا راح ندخل رغم منعهم انه ورغم كل التفاصيل عندنا طرق نقدر ندخل بها الى هيئة التقاعد، مستحيل يقدرون يمنعونا من كشف الحقيقة. راح نروح بطريقتنا ونشوفكم شكو موجود داخل هيئة التقاعد والموجود هنا كل الصعب. بطيب احنا بطيب عصار المشاعر والله بطيب والله بطيب هاي شوف معاملات طوال. لا والله أنا أبو تاكسي بس جاي وياه ولا خطيه. شنو قصتهم؟ قصتهم عندهم راتب، يعني هم مقعدين تماما، فإلا إلا يجيبوهم يلا يطوهم راتبهم. فصعدوا راحوا على أساس يجيبون دولة لحد الآن ما هذا. صار تقريبا ساعة فوق الساعة والله. المفروض تروح الى لجنه للبيت، المفروض البيت يجيبوا لها راتبها، بس المن تحكي ويا من تحكي. يلا قول لي، بس قول لي شوف ابا اشوفها هاي من الصبح لحد الان. والله من السبعه لحد الان
شبكه لها البريد خطيه من السبعه وهسه احنا الساعه 10:30 اي وبعدهم عصاده ولو يجون لو ما يجون البنيه هاي خطيه ام صاده قالت بكت الله حتى لو بفلوس اجيبهم والله يعني التعليق شنو احنا بلد الخير يفترض انه هيك شغلات بسيطه هي هذه مال اثبات حياه فاحنا المفروض بال 2017 لإثبات الحياة عافية عليك المفروض لعد الدوائر الدولة المختصة بهذا الشيء المفروض مباشرة تربط بشبكة توصل لمن للدار المعنية خلاص منك هاي حتى تقضى على حالة التزوير تقضى على حالة المعاناة مو تمام وأنا استغربت الصراحة حسا شفت أنه الموظفة والموظف الموجودين بهالش اسمه جو النبقى يقول لي جو النبقى يعني حتى ما عندهم كرفان معقول جو النبقى جو النبقى مخليني هيك فد مصطبة ما أعرف شنو هاي مال البصمه السلام عليكم شلونك عزيزي حبيبي وين جايبيه الحجيه الخطيه قاطعين راتبها ليش قاطعين قاطعين اني وكيلها قالوا الا هي تجي زين يعني شلون تقدر شلون يعني تشوف انت هالوضعيه شوف الوضعيه زين شوفوا لها عربانه يا خطيه راح نشوف لها عربانه خطيه شوفوا لها عربانه حتى لو تقعدوا لها وشوفوا لها عربانه ان شاء الله عيني اللي قاعدها على الرصيف داش الرحمن رجعوك. ايه. ليش؟ مو انا شوي معوق تعوق. ادري معوق، انت غير عندك مراجعه بالتقاعد؟ حولوه للوتبه. ايه. هم قالوا جيبوا اللي هنا، جبنا اللي هنا. ايه. قالوا رجعوه لنا للوتبه. زين هو يعني بيه حيل هاي لا وين بيه حيل؟ وين بيه؟ ما بيه كلها، مقصوصه رجله خطيه من السكر. زين وهاي المعاناه جوا شلون العالم؟ شلون اندبرت؟ اندبرت على العرف. على العرف غير اكو عرف جوايا الله يطب. آه كلها هسه من العالم هاي منتظره العرف ماكو عرف ما يطق يعني قصدك واسطه واسطه طبعا والله ما يتحمل اثبات حياه دي يريدون الا بصمته يعني بصمتي ما تطلع يعني رفضوها فالمعاناه الا تجيبه جوا وعلى رقم 31 انا ما قدرت ادخل على الشباك والله ما اعرف شو اسوي قال جيبه راح اعطي ابوه جوا المهم نشوفه حتى نطيرات برجع قطعوا راتبها مدني وانا وكيلها ايش صار لك تراجع بيها والله تقريبا هاي صار قل اسبوع هيك اسبوع اي اسبوع لين من بدا الشهر يوم قد بالشهر اليوم اي اسبوع تقريبا اي
طبعا مشهد المتقاعدين، المشهد المأساوي اللي يتكرر كل يوم، وكل يوم نشوف هذا المشهد، معاناة المتقاعدين، ناس كبار بالسن عجزة ما يقدرون يمشون، ما يقدرون يعني هم حالهم حال، الله يساعدهم. هذول الناس اللي أفنوا عمرهم بخدمة الوطن، كانوا عمال موظفين الحكومة، إن كانوا موظفين تالي عمرهم حتى يرتاحون، حتى يحصلون هذا الراتب الضعيف أو القليل، حتى هذا الراتب مدى يحصلوا إلا بمعاناة ومذلة. بكل الدول المتقاعد بتالي عمره بآخر عمر يرتاح، يقول أنت فنيت عمرك وشبابك خلاص ارتاح، حسن إجا دورة إحنا حتى نهتم بك. لكن بالعراق بلدنا للأسف إلا بالعراق المذلة وللإهانة للمتقاعدين. يعني نتمنى أنه المعنيين يهتمون بهذه الشريحة، لأنه فعلا شريحة مهمة هي شريحة المتقاعدين. طبعا الموضوع أشعل البث المباشر والتعليقات، والناس صدمت بما شهدته من مناظر مؤلمة. وأرجع وأقول إحنا رصدنا دقائق قليلة من هذه المعاناة، يعني أي متقاعد أو متقاعدة، خاصة النساء الكبار في السن اللي شفناهم، اللي من قبل يوم تحضر نفسها أو أهلها يحضرون ملابسها ووضعها ويهيئونها، لأنه مو سهل أنه الكبير في السن يطلع، واللي عنده كبير في السن يعرف هذه المعاناة. والصبح يجيبوا له السيارة لحد الباب ويشيلونه شيل ويحطونه بالسيارة، والدنيا باردة، يعني احنا اساسا فصل الشتاء البارد، والكبير بالعمر ما يتحمل درجات الحرارة المنخفضة، عند النوش قد ما احنا نحس بالبرد هو يحس اضعافها، وياخذونه ويودونه لهيئة التقاعد ويقعد ينتظر ويشوف يباوع يشوف هذا الكم الهائل. وفوق هذا كله اكو اهانة لا الموظف، ما احترمنا للموظفين ويزعلون من عندنا هسه الموظفين. هسه حتى على التعليقات شفت انه ماكو احترام من قبل الموظفين، لساعة 10-11 يتريقون الموظفين والموظفات سادين بيبانهم، ولذلك يصير هذا العدد الكبير الهائل اللي نشوفه احنا، اعداد كبيرة توصل بالمئات. وبعدين من يعجبهم من يخلصون الريوق مالتهم ويردون يحللون لقمتهم، يحشون من طرف خشمهم، جايبة مشاكل البيت وجايبين مشاكل البيت، ما أريد أخصصها انه هي نساء او رجال، جايبين مشاكلهم مالت البيت وجايبين مشاكل اللي يعيشون بها احنا كواقع مزري، ويعكسونها على كبار السن، في حين كبير السن هو مثل الطفل، المفروض أن يعامل مثل الطفل، يجي بهذا العمر بهذا الوضع المأساوي ويجي ينتظر ساعات إضافية بهالبرد والجوع والتعب. وتعرف من كبير السن يمكن كل شوي يريد يدخل الحمام، هذه كلها معاناة لازم نفكر بها جزء جزء. وبالتالي بعدين لو يستلم لو ما يستلم، لو البسط ما تشتغل لو ما تشتغل، لو المعاملة كاملة لو ما كاملة. وفوقها احنا سمعنا انه واحدة معناتها قاطعة راتبها وجاية خايفة لو تستلم لو ما تستلم، واهلها يمكن واحد متعطل عن دوامه وعن شغلة، كل هذه هي قصص متداخلة. واخر شيء لو يستلم لو ما يستلم، ما تستحون، ما تخافون من الله، ماكو ضمير، ماكو، يعني على الاقل واحد يضع نفسه انه قد يوصل الى ويوصل الى هذا العمر ويوصل او يصير بهذا المكان، هالشكل واحد خليه يفكر. لو المسؤولين يفكرون بهذا التفكير شيء لنص دقيقه، انه يقول انا راح اصير هذا مصيري، اذا ما تعاملت مع هذا الانسان اللي امامي ضعيف انا راح يجي زمن والناس تعاملني بهذه الطريقه. والله حرام عليكم اللي جاي يسوونه. احنا يوم عن يوم ونقول ليش الله جاي يسوي بينا هالشكل؟ ليش احنا هالشكل البلد ما جاي يتطور؟ من ايدنا؟ لان احنا ما نرحم بعضنا. هذا ما له ذنب، ذنب الوحيد انه هو بقى بالعراق ومتشبث. اكثر ناس يمكن دائما انا احكيها واعيدها، اكثر ناس يحبون الوطن هم المتقاعدين والكبار في السن، عندهم حب للوطن مو مثل ما احنا نملكه. ولذلك احنا من نشوفهم نخجل نقول هذا العمر وبهذا الـ 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 يعني المأساة، من تروح تحكي له على الوطن يقول لك شعلي العراق، شعلي الوطن، المشكله بينا احنا. وشوف القصص من يحكيها بكل الم، هذول الناس ما اجت لهم اللقمه سهله، عاشوا حياتهم ويمكن عاشوا حروب وعاشوا الحصار وعاشوا المعاناه، يلا وصلوا وشوفونهم حتى متعبين. يمكن الواحد من نقول هذا يمكن عمره 60 سنه يطلع جزء 40-50، نشوف نقول هذا 90 سنه بس هو يطلع 70، لان المعاناه هي اضافت تجاعيد واضافت معاناه كبيره. عيب هيئه التقاعد، عيب
من انت ما تقبلين مراسلنا يدخل معناته انه انت تعرفين المأساة، يعني اكو واحد يقول لك تعال تفضل هو متعود على المأساة، لكن ما دام سديت الباب بوجهنا معناته انت عارفه اكو مصايب جوا. المفروض يكون هناك حل، اكو اماكن كراسي بحروف ابجديه مو كل الناس تجي سوا، واللي المفروض تطلع اكو لجنه مختصه تروح على بيوت المتقاعدين. ترى الشغله مو صعبه، بس انتم ما تكلفون نفسكم لان ما تستحون. هاي باختصار، لا عندكم خجل ولا خوف ولا ذره حياء، هي نقطه وسقطت للاسف. احنا ويانا مراسلنا قحطان عدنان اللي هو كان متواجد هناك، وحتى يحكي لنا اكيد اكو تفاصيل نرجع ونقول انه هناك تفاصيل يمكن ما وثقتها الكاميرا، وكل واحد يحمل الف قصه وقصه. ويانا قحطان اللي كان متواجد هناك. مرحبا قحطان. مرحبا غشا، مرحبا ازل، حياك الله. قحطان اعتقد قلبك يعني شاف مأساة كبيرة، يعني احنا شفنا، شايف الواحد يعني من يشوف مو مثل ما هو يعيش الحالة، انت عشت الحالة، انت سمعت وعشت ولمست كل هذه الجروح وهذه المعاناة. يعني اللي حاصل في هيئة التقاعد الوطنية كما تسمى للأسف هو مأساوي جدا، والوضع جدا صعب، والمتقاعدين هم كبار السن اغلبهم، واللي دا يصير هو القضيه والمشكله الاساسيه هي دا تصير في صحه الحياه. يعني انه هذا المتقاعد كل سنه هذه الماساه دا تصير على كل بدايه اول من واحد بالشهر واحد الى ثلاثه الى شهر الرابع، طبعا توصل هاي المرحله انه اثبات الحياه يجيبوه، لازم يجيب صحه صدور انه هو عايش، حتى المخول اللي عنده ياخذ يقسم او ياخذ الراتب لمده سنه. يعني تصوري انه هذا الشخص بهذا العمر، اذا واكو بعضهم متذمرين يقول يا ربي لا تبقينا للسنه الجايه حتى ما نتبهذل هاي البهذله. عجيب. اذا هو عايش بهذا العمر لازم كل سنه يجيبوه، يا اما بسديه يا اما بعربانه يا اما يشايليه. هذول ابناء هذه السيده اللي شالوها على ظهرهم، يعني منظرهم كان بس الناس اللي موجودين بالشارع. اكيد. لكن للاسف اقولها حتى هيئه التقاعد تعرف انه هاي العرباين اللي موجوده بباب الهيئه هي تؤجر بفلوس على الساعه. على الساعه هذه العرباين اللي موجوده تؤجر للمتقاعدين. يعني الوضع داخل هيئه التقاعد وضع مأساوي. واكو كثير من الناس اللي التقينا بهم رشاوي، بعضهم اكو كفيل، هذا لازم يجيب كفيل حتى يكفل انه هذا الشخص اذا ابنه او اخوه او ما ادري شنو. فهذول الكفلاء واقفين بباب هيئه التقاعد ياخذ 200 الف دينار حتى يكفل هذا الشخص اللي هم جايبين، وهم سماكر موجودين بباب الهيئه. حتى لا انسى بس النقطه المهمه، الكراسي منو اللي مشتريها؟ هي المن تابعه؟ يعني واحد اجى وبسط بالكراسي وقاعد ياجرها على الناس، وهي تابعه للهيئه؟ لا ما تابعه للهيئه، هم مقاولين واقفين بباب الهيئه يم العرب حاكيه. طيب. اللي هم ينسقون ويرتبون كل شيء، اي شيء عندك واقف ممكن ينسقوه ويرتبوه. طيب من الممكن انه الهيئه توفر كراسي ببلاش، صح لو لا؟ اي وحده. عفوا انا اسف، هو مو المفروض دوري اقول هذا الكلام، الناس المفروض يقولوا، بس هم على لسانهم، انا كمراسل انقل الحقيقه. نعم. على لسانهم خلي يقولون خلي الهيئه توفر كراسي بالاول، يلا بعدين توفر عرباين. داخل صح الهيئة. هذا نقطه مهمه، احنا شفناهم كلهم واقفين. طيب هذا العدد الكبير ليش جاي تتاخر المعاملات؟ انجاز المعامله هل هو صعب؟ يعني داخل لا شنو الانجاز مو صعب، لكن سوء في التنظيم وسوء في الاداره، وهو فتح باب للرشاوي والواقفات وفتح باب للقامسيونات. طيب يعني كان سابقا نسمع انه هناك لجنه تطلع للناس المتقاعدين، يعني ايش قد عددهم؟ ما معقوله بالملايين ولا حتى عشرات الالاف، من الممكن انه تطلع لجنه على الناس اللي ما يقدرون يجون، يعني ما يقدرون يمشون مثل ما شفنا حاله السيده، وتروح اللجنه على البيت ويتم يعني متابعه الموضوع واكمال المعامله. هذا طبعا ما راح يعني موضوع اهم رشاوي لازم، يعني فما تفيدهم، ما تفيد خبزه. نعم احد المتحدثين قال انه احنا لازم نصعد فوق نجيب واحده من الموظفات، واذا ما هذا ندفع لها فلوس حتى تنزل علينا. اها. فتصوري هذه الموظفه كم واحد تنزل له
حتى تاخذ من عنده فلوس، واكيد هاي المبالغ اللي تاخذها مو 10,000 و 20,000 حتى طيب. تنزل من هيئه التقاعد للشارع. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، هيئه التقاعد المدير رئيس لجنه عنده علم لو ما عنده علم انه الموظفين جاي ياخذون رشاوي؟ عينك عينك. يعني انا ما اقدر اقدم انه هل هو كان عنده علم او لا، لكن انا بس اقول انه هو مدير هيئه التقاعد يمر يوميه، المفروض يمر من هذا المكان، يعني المفروض ينزل ما يكون قاعد بمكتبه، وما حد يقدر يوصل الى مكتبه، عنده حاشيه جدا ضخمه هو هذا فوق طابق كامل، هو ما يشوف المتقاعدين، هو موجود فوق. طيب يعني حاولت توصل؟ يعني احنا اكثر من مره حاولنا ندخل بشكل رسمي للاسف هيئه التقاعد، انا قلتها بالتقرير، هيئه التقاعد تسمح للقنوات التي تمدح اداره هيئه التقاعد وتطلع الوجه المشرق اللي هو غير موجود، وتمنع القنوات مثل قناه الشرقيه للوصول الى هذا المكان او الى ما وصلنا له، لكن مثل ما شفتوا ويشاف المشاهد انه احنا ماكو مكان ما نقدر نوصل له لاظهار الحقيقه. طيب يعني يريدنا نكذب يعني على الناس ونقول هيئه التقاعد والمتقاعدين سعيدين يعيشون رفاهيه وجاي يستلمون رواتبهم بشكل اصولي ونظامي، هو هذا اللي يريده؟ هيئه التقاعد هذا اذا قلنا هذا الكلام راح نكسبه الى ونخسر نخسر مشاهدين. لا يعني هو هذا اللي يريده، يعني هو الحقيقه واضحه، يعني احنا نكذب على نفسنا ما نكذب على الناس، الناس جاي تشوف الواقع المرير. طيب يعني منو الجهه اللي ممكن احنا هسه نخاطبها؟ يعني اذا كان هو المدير عنده حاشيه فاكيد الحاشيه جاي توصل، طبعا ما اعرف يعني المفروض انه هو ما يعتمد على الحاشيه الموجوده يمه، المدير الجيد والمدير النزيه هو يطلع، هو يجي يشوف، هو يكون المفتش، هو يكون المراقب على عمل دائرته. منو اللي الناجده هسه احنا حتى نقول له انقذ هيئه التقاعد من المرتشين ومن الفساد ومن يعني لازم يتم تطهيرها وعلى الاقل انقاذ الناس، لان هسه الناس يعني صعب انه واحد يقول يا ربي انا ما ابقى عايش السنه الجايه حتى لا انذل. نعم ازل، يعني انا دائما تقال هذه المقوله في برنامج اهل المدينه انه حق الرد مكفول. انا اتمنى انه مدير هيئه الآن يشوف هذا التقرير ويقول يابا، يتصل يقول يابا أني أفتح لكم الباب وأني أتجول وياكم، إحنا مستعدين لقناة الشرقية نروح وياه ونشوف الناس شنو اللي دا يصير بوجوده، خلي هو يكون ويا إلى دور ويانا يتجول داخل ويعالج مشاكل الناس. طيب اتفق، نحن نشكر قحطان عدنان مراسلنا في بغداد، وحاليا نحن الكرة نرميها في هيئة التقاعد، وإذا ما شاف هو التقرير أي واحد من الحاشية من الممكن إذا شاف التقرير يوصل له الصورة، لا تخافون من عنده، يعني ما راح يصير بيه فتشي لا ضغط ولا سكر، الناس هذه المريرة اللي عندها ضغط وسكر وعندها يمكن أكثر من واحد مر بأكثر من جلطة، هذول الناس خطية، فوصل هذه أمانة. اي واحد شاف التقرير وعنده علاقه مع هيئه التقاعد او مديرها يا ريت يوصل له الصوره والصوت، وحق الرد مكفول، اذا يحب يرد في اي وقت، حتى احنا نريد نحل الموضوع، احنا نريد المتقاعدين ما نشوفهم بهذا الشكل وبهذه الوضعيه. متابعين ملف المتقاعدين لان هو من اهم الملفات في اهل المدينه. نعم. طيب ازال نروح الى موضوع اخر، موضوع اخر انساني يخص اطفال الموصل. مجموعه من الشباب سووا حمله لاغاثه ومساعده اطفال الموصل، هاشتاج اطفال الايمن. طبعا جانب الايمن من الموصل كل يوم بيسوء يوم عن يوم، والحليب والاطفال مهددين بالموت بسبب الجوع وبسبب نفاذ كميه الحليب الموجوده عندهم، حتى يطالبون بجسر يعني ممر جوي نقدر نقول يكون حتى يقدر القاء اطنان من الحليب للاطفال، لان مو فقط الحليب نفد انما ايضا التغذيه بدات تخلص عندهم والادويه، وبالاضافه الى هذه المعاناه معاناه المياه الوسخه الابار كلها مواد بها كبريتيه، فيناشدون يقولون يا ريت انه الحكومه تتحرك، لان هذه ارواح اطفال، ارواح ناس لا تروح هيك نستهين بها. ونتمنى ايضا من المعنيين المفوضيه ومن حقوق الانسان انه تتابع هذه القضيه، لان اكيد هي معروفه كل مع بدء اي عمليه عسكريه يصير هناك حصار، يصير هناك مجاعه، يصير فيا ريت نلحق ولا تصير مجاعه اكثر، والناشد يا ريت يوصل صوتهم.
يعني الحملة اجت بوقتها، واللي نتمنى انه تبدي ساعة الصفر بالنسبة لتحرير الجانب الايمن حتى نخلص من هذه المأساة الكبيرة. هي هاي اهم نقطة، بس تبدي ان شاء الله تنتهي مثل ما انتهت العمليات في الجانب الايسر وتم تحريرها بشكل كامل. الاطفال يعيشون معاناة كبيرة، الحليب انتهى هناك، وللاسف الاسواق ما بها حليب للاطفال، خاصة يعني ركزت الحملة على الاطفال وحليب الاطفال. المياه هناك تعاني معاناة كبيرة. نشكر من اطلق هذه الحملة، نتمنى انه يتواصلون ويانا بشكل جدي حقيقة. احنا حاولنا نتواصل وياهم، هم خوفا على حياتهم يعني حقهم، لكن احنا دائما ما نذكر الاسماء، لذلك نتمنى تكونون اكثر شجاعة واكثر صوتكم يكون عالي حتى نوصل الصوت للجهات المعنية. نبقى نحكي بالقضية، اللي يقدر يوصل للجانب الايمن خاصة الطائرات، يعني احنا نوصل القوات الامنية، حاولوا انه تسوون ممر جوي وارسال الطعام والغذاء وحليب الاطفال والادويه الى اطفالنا الموجودين في الموصل، الى ان شاء الله يتم تحريرها بشكل كامل ونخلص من هذا الفيلم المرعب او الكابوس المرعب ان شاء الله، يعني باقل الخسائر. نعرف اكو خسائر، لكن ان شاء الله باقل الخسائر. و يعني من اهل المدينه نزف بشرى تحرير هذه المدن وتخليصها من كل هذه المعاناه. أيضا من أخبار أهل المدينة عندنا خبر يخص محافظة سليمانية. طبعا صحة سليمانية أغلقت عدد من مراكز التجميل في سليمانية. احنا نعرف أن مراكز التجميل بالآونة الأخيرة كثرت اللي أتها دعايات واللي أتها تقول أنه احنا مركز تجميل في سليمانية. تم غلق عدد من هذه المراكز لأنها غير مرخصة وغير تابعة للرقابة الطبية، وكانت تسوي عمليات النيبوتكس والفلتر فلر والتاتو من غير خاضع لطبيب. كان هناك طبيب تركي، انا ما يبدو انه كان يقول انه انا طبيب، لكن طلع انه هذا غير مؤهل بهذا هذا المجال، ومن سبب التهاب الفيروس وانتقال امراض جلديه خطر على صحه الناس. اكيد هذه المراكز تكون باسعار رخيصه، فلهذا يتواجه الناس عليها. طبعا الموضوع جدا جدا مهم، لان جاي نشوف هناك موضه صاير لكثير من السيدات، بس يسمعون هناك مركز جديد راحوا مباشرة من غير أنه يسألون. احنا نتمنى انه دائما يكون واحد يعني يتاكد 100% يلا يروح الى مراكز التجميل والعيادات اللي المفروض تكون مرخصه. احنا حتى نعرف تفاصيل اكثر عن هذه القضيه اللي اثارت طبعا الكثير من اهالي المدينه، خاصه في السليمانيه صار خوف، واكيد في بقيه المدن راح يقول لك شلون احنا نعرف شلون نميز. هذا دور الرقابه الصحيه، انه لا عليها انه تكون دائما متابعه لكل هذه المراكز. ينضم معنا السيد عادل عثمان مدير المتابعه في السليمانيه، في صحه السليمانيه، حتى هو يحكي لنا تفاصيل اكثر عن هذه الحمله، وحتى نهدئ طبعا كثير من الناس ساعتهم قلق كبير حول هذه المراكز. مرحبا سيد عثمان او سيد عادل. مرحبا، حياك الله. احنا يعني نشكر انضمامك الى اهل المدينه، والموضوع مهم للغايه. هناك عدد من المراكز، مراكز التجميل والعيادات الخاصه بهذا الموضوع، اكتشفتوا ان هي غير مرخصه. احنا نريد نطمئن الاهالي وخاصه السيدات، او حتى يعني حتى من الرجال، هناك الكثير من يزور هذه المراكز. كيف يفرقون انه هذا المركز مرخص او تحت او خاضع للرقابه الصحيه؟ نعم، واحنا عندنا لجان هوايه، يعني بعض اللجان هي خاصه بالسنترات والاماكن التجميليه والصالونات. نعم. فاحنا لما السنتر عندها ترخيص، يعني نعطيها ترخيص من رئاسه الصحه، من مديريه الصحه السليمانيه. نعم. او من مديريه الوقايه السليمانيه، فلازم يكون عنده ترخيص واضح، يعني حاطه بالجدار انه هاي ترخيص من الصحه. فاذا ما عندها مثل هذه الترخيص، اكيد الواحد ما يقبل يسوي اي شيء داخل هذه السنترات. اها، يعني هذا ملاحظه مهمه، انه اي مراجع المفروض انه يشوف هذه الشهاده الموجوده في غرفه الاستقبال. صحيح. الترخيص، طيب، احنا طبعا يعني انه نحاول نفهم الناس اللي يسمعونا، عربيتك غير جيده بشكل كامل، يعني اذا كان هناك اي كلمه راح احاول انه افسرها للناس. طيب، مره اخرى، يعني حاليا هذه المراكز التي اغلقت، هل سيتم فتحها بعد اخذ موافقه لو خلص اغلقت بالشكل كامل؟ وتفترق، يعني بعضها
نغلقها بالشكل الدائمي، لان الاشخاص اللي موجودون اللي كانوا موجودين بذلك السنترات ما كان عندهم اي شهادات، وبعضها عندهم شهادات بس ما عندهم ترخيص، فاحنا نغلقها بشكل مؤقت هذولا، بس يجيبون ترخيص من القيم قامية ومن رئاسة الصحة. فهذول يعني نغلقها بشكل مؤقت، واللي ما عندها شهادات نغلقها بشكل دائمي. طيب. وما نقدر نفتحها بعد. طيب السؤال ايضا المهم، انه شلون عرفتوا انه هذه المراكز ما تحمل ترخيص؟ اجتكم شكوى صارت هناك مشكله لاحد المراجعين وبالتالي اكتشفتوا القضيه؟ احنا عندنا لجان تداوم يعني دوريا تشوف الاماكن وتروح للاماكن، وعندنا ايضا شكاوي يجي يمنا بالمديريه الصحه انه عندنا قسم الشكاوي المواطنين، فهم اكو شكاوي على هذه على هاي السنترات، وهم احنا من ندور بالشوارع ومن بالسنترات القريبه من بعضها معظمها بنفس الشارع. نعم. فنشوف انه هاي المكان ما عنده ترخيص عندنا ونروح يمام. احنا نشكرك سيد عادل عثمان مدير المتابعه والتفتيش في صحه السليمانية. هذا الموضوع جدا مهم. ليش؟ الموضوع مو ان هم ما سووا التاتو عدل او ما سووا فلار عدل، لا، الموضوع بامراض انتقال الامراض اللي هي من الممكن ان تنتقل من شخص الى اخر، من الممكن تكون هناك التهاب الكبد الفيروسي، كل هذه تؤثر بشكل كبير. لذلك على كل من يراجع انه ينتبه، هناك ترخيص موجود في غرفة الاستقبال، واللي نتمنى انه تكون الناس حذره. هذا موضوع في غايه الاهميه، لان احنا جايين نشوف انه الناس هبه، كل النساء وكل الرجال مجرد يسمعون مركز تجميل كلها راحت لمركز التجميل ويدورون الرخص للاسف. نتمنى انه تكون الناس تكون دقيقه جدا بهذا الموضوع حفاظا على صحتهم وسلامتهم. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام. في امان الله، الى اللقاء.